أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة لعموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث يسود طقس مستقر تتفرق بعض الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، 16 درجة مئوية فقط، متوقع الملموسة 15، الرطوبة مرتفعة 87% والرياح تكون خفيفة لمعتدلة السرعة شرقية الاتجاه تزيد من الشعور بالبرودة. ننتقل الآن وإياكم لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأها شمالا، إربد التفرق لبعض الغيوم 21 إلى 19، المفرق 18 إلى 7، جرش 20 إلى 10، عجلون 19 إلى 9. ننتقل الآن للمنطقة الوسطى، نبدأ بالزرقاء حيث تتفرق بعض الغيوم المنخفضة 19 إلى 8، البلقاء 18 إلى 10، العاصمة عمان 17 إلى 9، مأدبة 18 إلى 8، والبحر الميت 24 إلى 14. ننتقل الآن إلى المنطقة الجنوبية، أيضا تشهد أجواء باردة نسبيا، الكركس 14 إلى 7، نفس الحرارة في الطفيلة، الشوبك 14 إلى 6، معان 18 إلى 6، والعقبة 23 إلى 13. ننهي نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الأزرق طقس صافي 19 إلى 10، الصفاوي 19 إلى 8، أرويشد 20 إلى 9، مع زخات رعدية من الأمطار بسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.